السلام عليكم. 4000 ريال هو سعر أسطوانة الغاز في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلاب. حياة المواطنين في مناطق سيطرة الشرعية هي الأخرى ليست على ما يرام. التفاصيل البسيطة كفيلة بأن تزيح الصورة عن فجوة هائلة بين الطبقة السياسية وحياة الناس. اليمن بين الواقع السياسي والاجتماعي. تبدو الصورة العامة للمأساة اليمنية في الظرف الراهن كفجوات واسعة بين التعاطي السياسي والواقع الاجتماعي للناس، والفجوة تزداد كل يوم. المسار السياسي في اليمن الذي تعطل ولم يعد يكترث للواقع الاجتماعي خلف مأساة مرتبطة بحياة الناس ويومياتهم وملامحهم التي تظهر عليها خيبات وعثرات. الحالة الاجتماعية اليمنية تذهب نحو التشظي كل يوم في ظل انهيار النظام الصحي والاقتصادي في مجتمع يعاني من الأمراض وانقطاع الرواتب. وبمواجهة كل ذلك، الكيان السياسي لا يبدي اهتماما ملحوظا بهذه الضربات الرأسية والأفقية التي يتعرض لها الشعب. سنناقش اليوم في المساء اليمني هذه الفجوات التي تتسع كل يوم بين الواقع السياسي والواقع الاجتماعي وأثارها المستقبلية. نبدأ النقاش بعد متابعة هذا التقرير. يوما بعد آخر تتسع الهوة بين اليمنيين وبين دولتهم، فمنذ الحرب والانقلاب وانهيار الدولة بات محتما على اليمنيين أن يعيشوا عصرا خارج سياق الدولة وخارج منظومتها الخدمية، غير أن واقع الحال يقول أن هذا وحده لا يكفي، فما يحدث في أروقة السياسة يمضي بمعزل عن يوميات المواطن وحياته الاجتماعية ويزيد من أوجاع اليمنيين ويفاقم مأساتهم. ولا يبدو أن الوضع الاجتماعي حاضر في اهتمام المشتغلين بالحقل السياسي والذين ألهتهم السلطة باعتبارها غنيمة للتقاسم عن حياة المعدمين. لا رواتب هنا ولا تطبيب ولا أمن غذائي، ناهيك عن موجة لأوبئة قاتلة وكوارث يفاقمها الانقلاب كل يوم، لكنها لا تدخل في حسابات رعاة المسار السياسي في اليمن الذين يغضون الطرف عن الحالة الاجتماعية وما تشهده من أوجاع مؤلمة. لا الحرب انتهت ولا وعود التسويات السياسية أثمرت، التي هي الأخرى توشك على التهام ما تبقى من تسويات المجتمع اليمني التي تعطلت ولم يعد يكترث أحد للواقع الاجتماعي الذي يسير باتجاه الدمار. لم يعد الخطاب السياسي أو البيانات تعني شيئاً لمواطن يعيش ذعراً يومياً وهو يبحث عن قوته وقوت أطفاله ويكافح من أجل البقاء، فيما تعيش الهيئات المدنية والمنظمات التي احترفت العمل الحقوقي بمعزل عن الوضع الإنساني، بل أن كثيراً منها صار يعتاش عليها. لم تكن اليمن بخير منذ عهد المخلوع صالح، لكن ما قام به الانقلابيون كان له تأثيره وثمنه الفادح، فلم تترك حرب الانقلابيين فرصة حياة كريمة للمواطن الذي أصبح في دائرة التهديد. يقف اليمني وحيدا في معركته، يناضل للبقاء حيا في بلد أصبح خيمة عزاء كبيرة. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا الآن. أستاذ الإعلام بجامعة صنعاء الدكتورة بلقيس علوان تنضم لنا عبر الهاتف من صنعاء. أهلا بك دكتورة. مرحبا بك ومرحبا بكل مشاهدي قناة بلقيس. أهلا دكتور، أسعد الله مساءكم جميعا، تفضل. حياكم الله، أسعد الله مساءكم وأيامكم كلها. أستاذة دكتورة بلقيس، إذا يعني كقراءة عامة للواقع المجتمعي اليوم بالنسبة لليمنيين، كيف ترينا؟ دعني أولا أحيي فريق إعداد التقرير الذي سبق هذه المداخلة. في الحقيقة هو تقرير لامس الواقع ووضع أصابعه تماما على جراح اليمنيين فردا فردا في كل مساحات اليمن. قراءتي للواقع، نحن ربما نكون الآن في اللحظات الأسوأ والأتعس والأشد إيلاما. اليمنيون يستقبلون شهر رمضان في ظروف استثنائية، في ظروف غير عادية، في ظروف من الانهيار الاقتصادي والصحي والتعليمي وكل جوانب الحياة في حالة انهيار تام. الناس في حالة توهان، هل تصدق أن الناس يمشون وهم يتحدثون مع أنفسهم؟ تفضل تفضل. يعني بكل تأكيد يعني صعوبة الأوضاع هناك في المدن عامة هي
كثيرة ومتعددة والأسباب كثيرة، لكن هل هذا الأمر يعني يتم بالموازاة مع الواقع السياسي كما ترين، أم أن الواقع السياسي أو ما يعني يحدث على الصعيد السياسي هو بمعزل، يتم بمعزل عن ذلك؟ للأسف ما يتم على الصعيد السياسي بمعزل تام عن ما يحدث على الأرض. لو أن المسار السياسي يضع في اعتبار ما يحدث على الأرض من تفكيك للبنية الاجتماعية، من انهيار لكل مكتسبات ثورة سبتمبر من 1962 إلى الآن، لا اقتربنا قليلا من الحل. هناك أوضاع إنسانية متردية للغاية لم يسبق لها مثيل، لم تحدث في أي دولة على الإطلاق. ماذا أحدثك؟ هل أتحدث عن التعليم؟ لقد كذبنا على أنفسنا أننا مررنا بعام دراسي. 10 صباحا ستجد كل الطلاب في الشوارع، انتهى اليوم الدراسي بحصة واحدة وربما بلا حصة لأن المدرسون غير متواجدون، وكذبنا على أنفسنا وأتممنا عام دراسي. هل أحدثك عن الصحة؟ المواطن يتعالج بكلفة كاملة. أعرف امرأة تخلع أسنانها واحدة تلو الأخرى لأنها لا تستطيع أن تعالج أسنانها، فتضطر أن تذهب إلى أي مكان أو إلى أي طبيب. اخلع سني، لم أعد أقوى على الألم ولا أستطيع معالجة أسناني. هل أحدثك عن الوضع الاقتصادي؟ هناك أسر بالكامل لا تعمل، بلا عمل، وهي أمام من أصحاب الشهادات العليا لا يعملون. هل أحدثك عن دكاترة الجامعة؟ هل أناشد الشرعية؟ أين مرتباتنا؟ أين مرتبات الموظفين؟ هل تعي الشرعية؟ هل تعي القيادات السياسية ماذا يعني انقطاع مرتبات لثمانية أشهر للمواطنين؟ عن ماذا أتحدث؟ عن بنية تحتية انهارت تماما، مشاكل اجتماعية، عن الخلافات الأسرية التي تتفاقم بفعل الضغط النفسي والاقتصادي على الأسر. ماذا أحدثك؟ اليمن ينتهي، اليمن ينهار. أين القوى السياسية؟ أين الأطراف السياسية؟ الأطراف السياسية تتجول في العالم ببدلات من أغلى الماركات بكامل أناقتهم ولياقتهم ومؤمنينهم وأسرهم. هناك أناس يبيعون أساس منزلهم قطعة تلو الأخرى. هناك ناس على قارئات الطريق لأن أصحاب المنازل طردوهم لأنهم لم يعودوا قادرين على دفع الإيجار وصبروا شهر وشهرين. عن ماذا أتحدث؟ طيب، هذه الفجوات دكتورة بلقيس ما بين الواقع السياسي وبين الواقع فعليا على الأرض في المجتمع، لماذا يعني تحدث برأيك؟ ما هي الأسباب التي جعلت هذه الفجوة متسعة بهذا الشكل؟ ربما لسنا أولوية في نظر الأطراف السياسية. الشعب اليمني ليس أولوية. يعني أليس من المفترض عادة أن يعني أولويات السياسيين عادة هي إرضاء الشعب في النهاية وإرضاء المجتمع؟ هذا ما يفترض، هذا الطبيعي وهذا المفترض وهذا في كل العالم إلا في اليمن. لسنا أولوية في نظر الساسة للأسف الشديد. سأضرب لك مثلا واحدا فقط، مطار صنعاء. يعني كل هذا الإصرار على إغلاق مطار صنعاء لكل هذه المدة، هناك مزايدات سياسية. ليس صحيح أن على مرمى المطار وأن المطار في حزام الصراع، ليس صحيح. هل من المستحيل أن يعني في الواقع من هو محاصر هو المواطن؟ السياسيين والمتحاورين يتحركون بكامل حريتهم، وكل يوم نسمع سواء منهم في صنعاء أو في الخارج الكل يتحرك بكل حرية. لم يحاصر إلا المواطن، ولم يخنق إلا المواطن، ولم يعذب إلا المواطن. طلبتنا اليمنيين في الخارج بلا مستحقات مالية لسبعة أشهر، ماذا يعملون؟ كيف يتصرفون؟ ما الذي أنتظره من الشرعية؟ أنت شرعية، أنت مسؤولة عن المواطن. طيب، هذا الغياب باهتمام بالمصالح الاجتماعية أو بمصالح المجتمع وأولويات المجتمع من قبل هذه النخب السياسية إلى ما يعود؟ هل لغياب الرؤية السياسية الناضجة والصحيحة بالنسبة للمجتمع المبنية على أهداف ومتطلبات هذا الشعب، أم أنها إرث بطبيعة إرث الاستبداد الذي يعني تراكم إلى أن وصل لهذا الشكل الذي نراه نحن الآن؟ هو بلا شك بالدرجة الأولى نحن أمام إرث ثقيل. نحن كنا في دولة هشة، كل ما فيها هش، ولذلك تداعى كل شيء سريعا. ولكن أيضا لا توجد رؤية واضحة للأطراف السياسية، لا توجد رؤية واضحة. أنا من وجهة نظري للشرعية أيضا حول ما هي أولويات يعني في كل العالم. هناك يعني لم يحدث ما يحدث في اليمن، لم يحدث في العراق، لم يحدث في سوريا، لم يحدث في أي بلد في العالم فيها صراع، لم يتداعى الوضع بهذا الشكل. في ظل يعني وكأن المواطن
فرد يعني انسان بمفرده وضع في صحراء بلا 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 طعام، بلا شراب، بلا عمل، بلا شيء. الوضع يبدو انه سيطول، ان كان حربا ستطول ايضا. السلام ربما هو الخيار الاقرب، لكن ما هناك مزايدات، هناك اولويات، اجندات مختلفه، هناك املاءات خارجيه، هناك لا ادري متى نصبح نحن في درجه في سلم الاولويات في الدرجه الاولى. المواطن، الانتصار للانسانيه، الانتصار للانسان، الانتصار لحقوق الانسان لابد ان يكون هو بالدرجه الاولى بالنسبه لكل الاطراف. انا اتحدث عن الشرعيه تحديدا. طيب الآن يعني بحكم يعني طبيعة عملك، أو أنت أستاذة إعلام في جامعة صنعاء، نسأل الآن عن دور الرأي العام وصناعة الرأي العام في يعني كمهمة للتعبير حيوي عن مصالح المجتمع والشعب عموما. هل فقد هذا الدور الآن أم أنه موجود لكن أثره حقيقة ضعيف؟ سأرد على سؤالك بسؤال: من الذي يصنع الرأي العام في المجتمع؟ الذي يصنع الرأي العام الإعلام أولا، ثم المؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات، جميعها تتشارك في صناعة الرأي العام. دعنا نتحدث عن الإعلام أولا، الإعلام اليمني باستثناءات بسيطة سأجد أن هناك إعلامين يتبادلان الاتهامات ولا يبحثان عن حلول ولا يقدمان حلول. مرتبات منقطعة لثمانية أشهر، أنت الشرعية هي المسؤولة لأنها نقلت البنك، ثم الطرف الآخر يقول لا، الانقلاب هو المسؤول لأنه هو من لا يورد موارد الدولة للدولة، لا يورد الموارد جمارك وضرائب. أين الحلول من الطرفين؟ الإعلام يتبادل الاتهامات، إعلام الطرفين يتبادل الاتهامات، إعلام الطرفين أيضا لا يقدم حلول، وبالمقابل يوغل في تكريه الناس ببعض، في تفرقات المجتمع من بعض، في زرع المزيد والمزيد من الكراهية، ولا نقدم حلول في كل الأطراف. هذا الإعلام. منظمات المجتمع المدني دورها غائب بدرجة كبيرة جدا. الأحزاب السياسية توارت واختفت ولم تعد في الساحة. أين هي الأحزاب السياسية؟ أين هي القوى السياسية سواء في الداخل أو الخارج؟ ما هو دورها؟ دورها تراجع جدا. الجامعات يعني أوضاعها أيضا تعتبر مخنوقة. فضاء الحرية في الداخل صعب جدا وغير متاح بنسبة كبيرة كما نعلم. بنهاية الأمر النخب، أيضا النخب السياسية لا تقوم بدورها. الشعب في كل الأحوال وفي كل مراحل الحياة، في كل مراحل النضج، يحتاج إلى قادة، يحتاج إلى ملهمين. أين هم القادة وأين هم الملهمين؟ أين قادة ثورة فبراير مثلا؟ سنجد أن دورهم الآن، يعني لا أجد وضع سبق أن يستدعي الثورة أكثر مما نحن فيه. طيب بهذه النقطة دعيني أشكرك أستاذة دكتورة بلقيس علوان، أستاذة الإعلام بجامعة صنعاء، وبهذه النقطة تحديدا دعني أبدأ، أو دعونا مشاهدين الكرام نبدأ نقاشنا مع مدرس الفلسفة بجامعة صنعاء دكتور معن دماج الذي ينضم إلينا من تونس. أهلا بك بداية دكتور. أهلا وسهلا، مساء الخير. حياك الله دكتور. إذن أين هم القادة وأين هم الملهمون في هذا الوضع؟ تتساءل الأستاذة الدكتورة بلقيس علوان في هذا الوضع الذي يعني نرى واقع سياسي كما ترى الدكتورة وواقع اجتماعي مختلف تماما، أو هناك فجوة كبيرة بينهم. هل هذه الفجوة يعني في ظل حرب وانقلاب طبيعي أن تتواجد وأن يغيب هؤلاء القادة والملهمون، أم أن هناك شيء ما خاطئ في المشهد؟ في حقيقة الأمر إذا عدنا للسياق الاجتماعي التي تفجرت في ثورة فبراير 2011، هي في جانب من الجوانب تعني سقوط مرحلة وجيل وقيادة اجتماعية، قيادة فكرية وقيادة سياسية، وتبلور قيادة بديلة. الاستعصاء التي تعاني منها المجتمعات العربية نتيجة غياب الحياة السياسية والممارسة السياسية وقتل مفهوم السياسة لمدة 20 أو 30 عام سبق على الثورات، جعل ظهور القيادات البديلة مع موت الأحزاب، مع موت الحياة السياسية، جعل ذلك متعذرا كما نرى. كان الأمل في الساحات، كان التعويل على الشباب الثورة وقيادات الثورية أن تستطيع أن تنتخب من بينها نخبة تلعب هذا الدور. شهدنا هذا الأمر موجود بدرجة أو بأخرى
لكن ليس بالحجم المطلوب، ولم حتى القيادات التي أصبحت بارزة إعلاميا أو في مواقع قيادية معينة داخل أحزابها أو داخل مؤسسات مختلفة، مع الوقت تحولت إلى حالة تشبه السائد، وفشلت في أن تقدم البديل الأخلاقي والبديل السياسي، وأصبحت جزء من الحالة العامة، وبالتالي هي أزمة اجتماعية. التوقع أن القيادات السابقة لثورة فبراير أو أن أزمة المجتمع اليمني التي استعصت وتحولت إلى ثورة ستبقى على حالها، وأن هذه القيادات سوف تستمر، ينطلق من عدم إدراك ما حدث في البلد. هناك مرحلة وهناك مجتمع تأزم واستعصى، وتحولت القيادة في الواقع إلى الشارع بشكل ثورة. وبالتالي السؤال الحقيقي هو لماذا استعصت على التيارات الثورية أن تنتخب من بينها قيادات وأن تتحول هذه القيادات إلى قيادات ثورية حقيقية؟ قد يكون يعني التساؤل في تقديري. طيب يعني هو الحديث عن ذلك يتم في وضع ربما أكثر يعني ملائمة وأكثر صحية بعدم وجود حرب وعدم وجود انقلاب. هذا هناك من يتحدث على أن ذلك الأمر مقبول نوعا ما، لكن الآن في ظل وجود حرب وصعوبة أساسا ليست هناك حياة سياسية طبيعية حتى نتحدث عن نوع من يعني المبادرة من قبل هذه التيارات. إذن هذا الانقلاب الذي عطل هذه التحولات السياسية التي أنتجها الحوار، أنتجتها ثورة فبراير، عطل أيضا التحولات الاجتماعية يا ترى؟ في الواقع حتى الانقلاب هو يأتي ضمن سيرورة تعثر الثورة وبروز الثورة المضادة. فكرة الانقلاب هي فكرة قانونية في الواقع لا تستطيع أن تغطي طبيعة الأزمة المجتمعية والحالة الثورية التي شهدتها اليمن والمجتمع العربي. في الواقع إذا كان هناك وقت ضروري للقيادات وللتنظيمات فهو هذا الوقت، عندما تكون الأمور غير طبيعية وعندما تستعصي الأمور وعندما تكون البلد في مهب الريح وعندما تستقر المجتمعات للمنطق الشجاع وللقدرة على التعبير عن المصالح الجمعية والخروج من الاحتقانات اللحظة العابرة والانفعالات الجهوية والطائفية، هذه هي اللحظة المناسبة التي تحتاج فيه المجتمعات إلى قيادة والتي تبرز فيها القيادة. طيب ما الذي يعني هذه القيادة ما الذي ستقدمه؟ يعني إذا الآن افترضنا وجود هذه القيادة، ما الذي يجب عليها فعله؟ ما هي العمليات الإجرائية التي ستقوم بها لتقلب هذا المشهد، لتراعي مصالح المجتمعية بشكل أكبر؟ أنا كنت أعلق على فكرة القيادة، هو أيضا فكرة التعلق بقائد أو مجموعة قادة يملكون الحل وفي يدهم أن يقودوا الشعب إلى الخلاص، هذه فكرة أنا أتصور أنها جزء من المشكلة. المطلوب في الواقع إعادة تنظيم المجتمع وإبراز قيادات، هذه القيادات مختلفة وفي مستويات مختلفة وتستند غالبا على الانتخاب وعلى الثقة الشعبية ولا تحظى بأي مشروعية وبأي ثقة خارج أدوار ومهام محددة في إطار معين وليست بالمطلق. فكرة القيادة الملهمة والتاريخية والتي تعرف خير من المجتمع والذي تنتظرها الجماهير لقيادتها، أنا أتصور أنها جزء من الأزمة وأن المجتمعات والجماهير العربية قد تجاوزتها بأن نزلت بالملايين إلى الساحات لتقترح بديل ولتتجاوز مرحلة. ما أتى لاحقا أن النخب الأحزاب المثقفين الجامعيين لم يكونوا في مستوى الحدث ولم يجدوا في الحراك الثوري إلا فرصة لاستعادة أدوارهم أو للبحث عن المناصب، ولم يكونوا جاهزين لتقديم أي رؤى أو مشاريع، وكانت الجماهير الشعبية الغير مسيسة للأسف الشديد لا تستطيع إلى أن تعود لتبحث عن حلول في الأسماء المعروفة التي قادتها وقادت البلاد للمأزق كما شاهدنا جميعا. طيب ما هي المهام التي يجب أن تطلع بها أو التي كان مفترض سواء على مستوى النخب أن تقوم بها أو على مستوى من يجب أن يعني نتحدث عن وجود قيادات شبابية يعني بشكل ما مؤسسي ليس بشكل فردي أو يعني تدور حول شخص معين، ما هي المهام التي يجب أن تقوم بها هذه القيادات أو هذه المهام؟ أنا أتصور المهمة الأساسية هي تنظيم الشعب
تنظيم الناس في المناطق، في القرى، في البلدات، في المديريات، القدرة على إنجاز مؤسسات ومنظمات ذاتية لإدارة الحياة اليومية للسيطرة على الثروة الاجتماعية وإدارتها لمصلحة الخير العام، للتحرك في مسائل تتعلق بالصحة العامة، بالتعليم، بالسيطرة على الموارد في المناطق وعدم يعني هذا الخطاب الذي فقط كلما تحدث أزمة يتوجه للسياسيين والأحزاب والدولة والشرعية والتحالف، وكأننا شعب من المعاقين أو من المتسويين، بينما إمكانية البلد الحقيقية تتقاسمها مجموعة مراكز نفوذ. اليوم نسمع أنه مثلا في المنطقة المحررة الفلانية هناك الحزب الفلاني أو النافذ الفلاني أو الشيخ الفلاني يسيطر على 60 أو 70% من الموارد، في منطقة أخرى تستخدم للتهريب. هذا يدل على في الواقع على تهميش المجتمع وعلى عدم قدرته على التحرك. كيف سمح لهذا البلد الخارج من ثورة والذي يمتلك هذه الطاقات وبعد ثورة شعبية عارمة أن يتحول إلى طالب للعون والمساعدة ومتفرج على مصيره؟ أنا أتصور أن هذه جناية ما تسمى بالأحزاب وبالنخب والقيادات التي لا تفهم كيف تخاطب المجتمع ولا تفهم إلا أن تخاطب القيادات أو القوى الداخلية والخارجية والمجتمع الدولي ومطالبته بالتدخل. المطلوب تنظيم الشعب ليقوم بالمهمة، وأنا أعتقد أن اليمنيين يستطيعون أن يدورون شؤون أنفسهم. لماذا لا يستطيعون اليوم؟ أنا أتصور هذا مأزق أوصلتنا له الأحزاب والقيادات والنخب الثقافية والاجتماعية السابقة. طيب، من ضمن يعني ما يمكن أن نفكر فيه لمثل هكذا حل هذا الوضع الآن، الخروج عن مثلا الأشكال التقليدية أو الجهات التقليدية يعني التنظيمات السياسية مثلا، أو من تتحدث على أنهم تسببوا في الوضع الذي وصلنا إليه ولم يستغلوا الثورة بشكل جيد لإحداث هذا التغيير سواء السياسي أو الاجتماعي المطلوب، لماذا لا يعني تتواجد معالجات مجتمعية من داخل المجتمع في ظرف يعني في الظرف الذي نعيشه تكون هي المحركة وهي التي يعني تعطي الأولوية لنفسها في المشهد اليمني الآن؟ أنا أتصور أنه مع صعود الثورة المضادة، والثورة المضادة ليست شكل عسكري أو شكل أمني أو شكل تدخل مادي فقط، هي مسألة ثقافية واجتماعية. الأساس في كل أشكال الثورة المضادة هو تهميش الشعب، دفع الناس لاعتزال السياسة وتحويلهم إلى رصيف البطالة لانتظار الأمل من القائد الفلاني أو الحزب العلاني أو الدولة الشقيقة الفلانية أو المحور الدولي المعين. هذا الأمر في الواقع هيمن على حتى خطاب القوى المقاومة، عندما يكون هناك عجز في التحرك ولا إنجاز ميداني معين يتم القول بكل بساطة أنه دول التحالف العربي لم تساعدنا، أننا كنا بحاجة للمال، أننا في الواقع عاجزي ولا نستطيع إلا أن ننتظر العون منهم. هذا خطاب لا علاقة له بالمقاومة ولا بالشعب ولا له علاقة بطبع الأمور. يبدو لي أننا في لحظة معينة بحاجة لمراجعة أنفسنا. لماذا تحولت المقاومة التي من المفروض أن تكون شاملة وقادرة أن تقدم بدائل في كل المستويات القيادية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية إلى مجرد حكاية على هامش الأحداث في البلد؟ وأصبحنا حتى نطالب أشكال الدولة القديمة المتخلفة، المحافظة والمجلس المحلي والإدارة بالعودة، وكأن الثورة لم تخرج لتقوضها وتبني دولة اليمنيين الجديدة. هذا الأمر مسؤول عليه في الواقع خطاب ما يعرف بالنخبة السياسية والثقافية التي تنتمي إلى الماضي، والتي نتمنى أن تستطيع الحركة الشعبية أن تجرفها إلى حيث تستحق في مقبرة النسيان، ويستطيع اليمنيون إنجاز فكر سياسي وتنظيمات سياسية حديثة لها علاقة بهموم اليمنيين. ورغم أن الواقع يبدو أسود، لكن هذا هو الأمل الوحيد الذي نستطيع أن نراهن عليه. أشكرك دكتور معن دماج، مدرس الفلسفة بجامعة صنعاء، كنت معنا عبر الهاتف من تونس. مشاهدينا الكرام، قبل أن نستأنف النقاش نذهب إلى فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، أرحب بمن انضم إلينا الآن. الكاتب فهد سلطان ينضم إلينا من الرياض. أهلا بك أستاذ فهد. أستاذ فهد؟ أستاذ فهد؟ إذا إلى حين أن نستعيد الاتصال بالأستاذ فهد سلطان. كان معنا مشاهدينا الكرام إذا الدكتورة بلقيس علوان، تحدثت عن أن ما حدث في اليمن أن هناك نوع من الفجوة الواسعة ما بين الواقع الاجتماعي والواقع السياسي. إذا انضم لنا الآن مشاهدينا الكرام صالح المنصوب الصحفي من الضالع. أهلا بك أستاذ صالح. مرحبا بكم. في البداية أشكر قناة بلقيس على هذه الاستضافة. في الحقيقة الواقع نعم في اليمن. أستاذ صالح فقط الآن يعني قبل قليل شاهدنا في البرومو الذي عرض ناس يتحدثون أنه لا ماء لا كهرباء، الأطفال يبكون بداخل البيوت، هناك طوابير على البترول وكذلك على الديزل. إذن المجتمع يعاني، النخبة السياسية لا تبدو بذات المعاناة. عندما يعني تصل أسطوانات الغاز إلى حوالي ربع دخل المواطن العادي، ما الذي أدخل الناس إلى هذا الوضع؟ في الحقيقة حياة الناس أصبح مؤلمة وموجعة جدا، أصبحوا مثقلين بالهموم بالأحزان. بصراحة الحالة الاقتصادية والصحية والأمنية والسياسية سيئة جدا للغاية. بصراحة أخفق الجميع في مساعدة السكان للخروج من هذا الوضع المحزن، الوضع الذي يرثى فيه الضمير. تحدثت عن ارتفاع أسطوانة الغاز والناس مقبلين على شهر رمضان، ارتفاع مخيف جدا، والدخل غائب وسوق العمل متوقفة وأوضاع الناس مزرية جدا للغاية، بينما النخب السياسية تعيش حالة من الترف. أستطيع أن أصفها بأنها شنقت لديها القيم والرحمة، قيم الرحمة والشفقة، لأنها لا تنظر إلى حال البسطاء النازحين، إلى حال الموجعين. اليوم مثلا عندنا في الضالع أغلقت جميع المحطات، لا توجد رقابة إطلاقا على تلك المحطات. سعر المشتقات النفطية وصل 20 لتر اليوم إلى 7000 ريال، بما يعني أن هناك غياب تام لدور المؤسسات. نحن نتحدث عن ميليشيا تمارس الانتهاكات والقتل والإرهاب في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي والمعزول صالح. تلك المناطق يتواصل هناك البعض الزملاء يتحدثون عن وضع مأساوي جدا يعيشونه في تلك المناطق. البعض لم بالكاد يجد مصاريف يومية، البعض لا يجد ما يتنقل من منطقة إلى أخرى، مثلا في إب، في الحديدة، في صنعاء، في ذمار. معاناة كثيرة جدا. عن ماذا نتحدث؟ عن نازحين، عن مشردين، عن جائعين، عن أيتام، عن سجناء قابعين لشهور. المهم الحالة مزرية جدا. القمامة تغرق المدن الرئيسية، لا يوجد من ينتشل تلك القمامات بفعل تصرفات جماعة طيش في مناطق الشرعية، إضافة إلى جماعات لا تعرف الرحمة في مناطق ميليشيا الحوثي. في الحقيقة هناك جبايات في النقاط، جبايات في الأسواق، جبايات من المحال التجاري تذهب إلى جيوب أشخاص لا يعرفون الرحمة ولا يعرفون الشفقة ولا فيهم قيم، أو دخل أو يتحدثون عن مؤسسات دولة. إذا كان الرئيس الحكومة بن داغل يتحدث عن توريد الميليشيا إلى خزينة الدولة، فأنا أوضح لك أن هناك تحت في مناطق الشرعية هناك جوع، هناك وضع زف، ولا يتم توريد ريال واحد إلى خزينة الدولة. نحن الآن لا نبني، بصراحة عندما نتحدث عن مؤسسات لا يوجد مؤسسات أمنية، لا يوجد مؤسسات إرادية. الشرعية تركت الأمور للفوضى، الوزراء
لم يعد هناك وزراء في العاصمة المؤقتة عدن. آخر وزير اليوم كان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية حسين عرب، تحدثت مصادر عن مغادرته، ويعتبر الوزير الذي كان متوقف في عدن غادر، بمعنى أن عدن الآن عدن لاحد الضالع مناطق، هناك احتجاجات في عدن بسبب غياب خدمة الكهرباء المياه. هناك وضع قاتم جدا ووضع محزن. طيب أستاذ صالح، يعني هذا الغياب للخدمات، هذا التدهور في الوضع الاجتماعي، أنت تحدث قبل قليل أن المسؤولين السياسيين لربما لا يحسون به بشكل واسع، ويغيب هذا الأمر عن الأداء السياسي لهم كما يفترض أن يكون، ما هي الأسباب التي تعزوها لذلك؟ لماذا يقومون بذلك؟ بصراحة هناك إخفاق لدى حكومة الشرعية، وهناك تراجع كبير لأدائها. نحن إذا تحدثنا عن هناك إنجازات على الواقع، فنحن نعتبر نمارس التزلف والتجافي للحقيقة. نحن يجب أن نمارس الجانب المهني ونضع الحقيقة نضعها بوضوح وبشفافية وبصراحة. بصراحة هناك حتى وسائل الإعلام تتزلف أحيانا، وسائل الإعلام الشرعية هناك تزيين، وتحولت تلك الوسائل إلى إعلام يتزلف وإعلام تهريج وتلميع لأشخاص في الحكومة أو أشخاص في المؤسسات لم يؤدوا دور، وإنما دورهم فقط في الإعلام فقط. الحكومة الشرعية لم تتواجد على الأرض، المفترض أنها هناك أراضي محررة يجب أن تكون موجودة وأن تتلمس هموم الناس، يجب أن تعمل، يجب أن تكون هناك مؤسسات على الأرض حتى يدرك القادعون في إب في صنعاء أن هناك حكومة تؤدي دور أكبر، وسيتحركون لمواجهة الميليشيا. لكن عندما يلاحظون المربع التي تسيطر عليها الشرعية، هناك تراجع في الخدمات، تراجع في أداء المؤسسات، لا محاكم، لا جانب أمني، هناك يتمنون البقاء، زي ما يقول يفضلون نار ذا ولا جنة نار صنعاء ولا جنة عدن تحت هذا المسمى. يعني أنا إلى الآن أستاذ صالح لم أصل إلى النقطة التي يعني أريدها في سؤالي الذي طرحته قبل قليل، لماذا هذه الفجوة بين النخب السياسية وبين أدائها على الأرض؟ لماذا هناك مجتمع وشعب يعاني بينما السياسيون لا يجدوا نفس هذه المعاناة في الأماكن التي يعيشون بها ويعملون بها؟ لماذا يقومون بكل ذلك، بكل ما تفضلت بالحديث عنه، ما يعني من وجهة نظرك أتحدث؟ باعتقادي أنا، اعتقادي الشخصي، أن الحكومة ربما السياسيين والنخب فعلا فشلوا في أداء دورهم في الواقع المعاش، لأنهم لم، هناك فرق عندما تتحدث من مناطق أنت تعيش فيها في ترف، تعيش في وضع جيد، بينما نحن مثلا على الأرض، أنا أتحرك إلى عدن، أتحرك إلى صنعاء، لكن لا أستطيع التحرك إلى إب، لا أستطيع التحرك إلى صنعاء، لأن هناك ميليشيا لا تعرف الرحمة. فالحقيقة نحن نتمنى أن تكون الحكومة حاضرة ولها أرضية، والسياسيين يتواجدون في عدن، وتكون هناك حلول، وهناك حلقات قاشية، وهناك وضع مثلا إدارة حوارات لإخراج البلد. ما إعلان المجلس الانتقالي أكبر دليل على أن هناك تراجع لأداء الحكومة ولدور النخب السياسية، لأن أصبح الأرضية لبعض الجماعات فارغة وتنشط، لأنهم لا وجود لهم على الأرض وتركوا الأرض. نعم، إذن أشكرك أستاذ صالح المنصوب الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من الضالع. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام، أو يعود لنا، الكاتب فهد سلطان من الرياض. أهلا بك مجددا أستاذ فهد. أستاذ فهد هل تسمعني؟
أستاذ فهد سلطان؟ أستاذ فهد؟ إذا يبدو أن هناك إشكالية في وصول الصوت من المصدر. مشاهدينا الكرام، سمعنا قبل قليل الأستاذ صالح المنصوب وهو يتحدث عن المعاناة التي يعيشها الناس في المناطق، سواء الخاضعة يعني لسيطرة الانقلاب أو المناطق التي تقبع تحت سلطة الشرعية. هناك غياب للخدمات وهناك معاناة كبيرة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وهناك ارتفاع في أسعار البترول، تحدث عن وصول 20 لتر إلى حوالي 7000 ريال، وكذلك ارتفاع أسعار الغاز وعدم تواجد لخدمات مثل الكهرباء والماء وغيرها. وهناك تساؤل عن السبب الذي يدفع بشكل أو بآخر إلى بشكل أكبر إلى هذه الفجوة بين أداء السياسيين أو تعاطي السياسيين والواقع الاجتماعي. يعود لنا أستاذ صالح المنصوب عبر الهاتف من الضالع. أستاذ صالح، إذا هناك هذه الفجوة الموجودة في أداء السياسيين والمصالح الشعبية على الأرض والواقع المجتمعي على الأرض، ما الحل إذا؟ بصراحة الحل يكمن في عودة الحكومة الشرعية والنخب السياسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، النزول للشارع الشعبي، إيجاد توعية حقيقية ونوايا صادقة من قبل الجميع، بعيدة عن النزوات السياسية والأحقاد والضغائن القائمة بين تلك القوى. يجب أن تتحد لمواجهة المشكلة القائمة المتمثلة في من صنع الوضع القاتم، ومن انقلب على السلطة، ومن حاول أن يعيدنا إلى زمن الكهوف. الوضع بحاجة إلى أن يلتف في قالب واحد من كل القوى لمواجهة أيادي الفوضى والعبث والفساد والانقلاب، ما لم سنبقى كمن يحرث في الماء. طيب، دعنا أستاذ صالح ننتقل إلى الكاتب فهد سلطان الذي ينضم لنا عبر الهاتف من الرياض. أهلا بك أستاذ فهد. أهلا وسهلا بكم، مرحبا، حياك الله مجددا أستاذ فهد. أستاذ، هل هناك نوع من الأسباب الفكرية التي يعني أو الأسباب طريقة تفكير السياسيين تجعل يعني هذه الفجوة أو تتسبب بهذه الفجوة بين المصالح المجتمعية ووصول الخدمات للناس والواقع الاجتماعي، وبين يعني الاهتمامات والأداء الذي يقدموه السياسيون وتتناوله وسائل الإعلام؟ هناك إشكالية سياسية، الإشكالية الفكرية حاضرة وإن كانت، لكن المشكلة هي سياسية في الأساس. حتى الآن لا يوجد يعني العملية السياسية بنفسها لا تدار بالطريقة الطبيعية، لا يوجد أناس استثنائيون يقودون هذه المرحلة بشكل استثنائي. يتعامل كثير، على الأقل أنا أتكلم عن الشرعية، يتعامل كثير من داخل جهاز الشرعية بالشكل الطبيعي، غياب مؤسسات الرقابة، غياب العمل المجتمعي بشكل واضح، غياب العمل المدني، يساهم بطريقة أو بأخرى في عملية التراخي، في عمليات التي تمارس الآن. لا يوجد هنالك تناغم كبير بين الأداء داخل المؤسسات الشرعية بحيث تستطيع أنها تتكامل وفق هدف محدد وواضح. هذه كلها تساعد على خلق فجوات للطرف الآخر أن ينفذ عبرها. على الأقل هذا الخطاب بالنسبة للخطاب الشرعية، بالنسبة للخطاب الطرف الآخر جماعة الحوثيين معها خطاب واضح، لم يعد اليوم كما كان من قبل ضبابيا، اليوم بات من الوضوح بشكل كبير. وكذلك علي عبد الله صالح، الإشكالية تكمن في المقام الأول في الشرعية، في المؤسسات الشرعية التي حتى الآن تباشر عملها في هذه الأزمة الحركة التي تعيشها اليمن بشكل طبيعي وأقل من الطبيعي، بل تتعامل مع هذه الأزمة على أنها يعني بطريقة رتيبة عادية أقل مما يمكن أن توصف. نعم. طيب أستاذ فهد، يعني ما هي أبرز هذه المراجع؟ يعني الآن هذا الأداء موجود وهذا البطء موجود، ما هي أبرز المراجعات التي يجب أن تتم وأن تجريها سواء الأحزاب أو السلطة الشرعية على وجه التحديد لتحديد حد على الأقل أدنى من المتطلبات التي يريدها المجتمع والشعب اليمني حاليا؟ نعم يا أخي الكريم، على الأقل الآن في هذه اللحظة أعتقد لو أننا في أي دولة، لا أقول دولة عظمى ولكن دولة حتى
من دول الدول العادية ستشكل خلية أزمة. سيقوم الرئيس عبد الرب المنصور هادي رأس الشرعية بتشكيل خلية أزمة وتقليص الوزارات من 34 وزارة إلى 7 وزارات التي ينبغي أن تدير هذه الأزمة في هذه اللحظة. ثم سيشكل ستنبثق عنها لجان يعني في لجان للجرحى للشهداء للخارجية للداخلية وهكذا. يعني هذه الخلية خلية الأزمة المصغرة أو هذه الحكومة المصغرة هي التي ستدير أهم الملفات في هذه المرحلة. الذي يحصل في هذه اللحظة هو عبث بكل ما تعني الكلمة، قرارات ووزارات ووكلاء وزارات يعني بالمئات دون أن يكون هنالك يعني هدف واضح ومرسوم. يعني لا نملك وصلنا، يعني نستطيع أن نقول أخي الكريم أننا وصلنا إلى مرحلة أن القرار السياسي لم يعد بيدنا بشكل كبير، نحن أضعنا أو ارتمينا بأحضان الآخرين بشكل كامل. يعني وهذه من النقاط الخطيرة في هذا الموضوع. طيب الآن في ظل هذا الوضع وفي ظل وجود هذه الفجوات وفي ظل أن الشعب اليمني قد يعني شهر رمضان اقترب، هناك يعني خصوصية لهذا الشهر عادة. بالنسبة للمجتمع في اليمن عموما، كيف يمكن له أن يتعامل دون الانتظار للنخب السياسية والسلطة الشرعية لإيجاد هذه الحلول، خاصة أنها تمشي بهذه الوتيرة البطيئة التي تتحدث عنها؟ ما الذي يسلمهم المواطن اليمني في كل الأحوال؟ يعني وضع مأساوي، لذلك يكون هنالك تحرك من قبل النخب ومن قبل الدول التحالف في المقام الأول. فستبقى أي دور وأي مبادرة في الداخل هي دور محدود. أنا أعرف مجموعة صفات قبل بضعة أشهر كان رتبوا يعني مبادرة شبابية للخروج من الأزمة. وحاولوا أن يلتقوا بعدد من السياسيين وهو رئيس الوزراء واستمر بقائهم في محافظة مارين أكثر من شهر كامل ولم يستطيعوا أن يلتقوا بسياسي واحد. هناك أزمة ومشكلة كبيرة ينبغي أن نتجاوزها. نعم أستاذ فهد، أعتذر منك، هناك يبدو خلل في الصوت من المصدر، لا نستطيع سماعك بشكل جيد. على كل حال أشكرك لتواجدك معنا اليوم، الكاتب فهد سلطان عبر الهاتف كنت معنا من الرياض. كذلك أشكر مشاهدينا الكرام الصحفي صالح المنصوب الذي كان معنا عبر الهاتف من الضالع، كما هو الشكر موصول لضيوف الذين كانوا معنا قبل ذلك، أستاذ الإعلام بجامعة صنعاء الدكتورة بلقيس علوان، وكذلك أستاذ أو مدرس الفلسفة بجامعة صنعاء دكتور معن دماج، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.